عامري كان من الذين حملوا لواء تعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية. الأغنية الملتزمة في الجزائر بدأت واستمرت مرتبطة بالوطن، كما أن جزءاً مهماً منها ارتبط بالثورة، فكما كانت للثورة أجنحة تحلق بها في المعركة بالسلاح والإعلام، كان لها جناح الفني منذ تأسست الفرقة الفنية لجبهة التحرير العام 1958 بشقيها في الغناء والمسرح. وجابت الأقطار معرفة بالقضية الجزائرية وبرؤية الثورة التحريرية العظيمة، فكان المجاهدون بالكلمة والفن والأداء يرافقون مجاهدي الجبال وقناصة الأعداء. ولهذا وجب علينا أن نذكرهم اليوم بالخير ونحتفي بحضورهم الدائم بيننا، وأن نحيي ذكرى الراحلين منهم وعلى رأسهم الفنان والمناضل الكبير مصطفى كاتب. يعني هكذا يسهل نشيد قسما للأداء، ولكن الفكرة كانت الواحد الفنان قراوي هو اللي كان رئيس الإيقاع لاباتري، قال لي ما صبنا لهاش وزن، قلت له ها هو الوزن، برام 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 با 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 با. وثم ندخل في النشيد. وشكرا للي جاتوا الفكره وخمم على الفرقه تاع جبهه التحرير.